الأعزاء، طلبت البرنامج الهندسة الكهربية بالكلية مقرر آلات كهربية واحد إلكتريكال ماشينز 1 أبدأ معكم الجزء الثاني المقرر، وهو هو جزء المحولات الكهربائية. التعريف: المحول هو عبارة عن آلة كهربية ساكنة، أي بدون حركة. وذلك يسمى static machines. ويعتبر المحول أهم جزء في منظومة المنظومة القوى والشبكات الكهربية، ويعتمد المحول أساسا على الدائرة المغناطيسية، وهي كالتالي: لو فرضنا أن هناك كور أو قلب حديدي على شكل ويندو شباك، وضعنا على الذراع الأول مجموعة من الملفات عددها N، نتيجة مرور التيار في عدد ملفات N، هنا EMF أو الجهد، يتولد magnetic motive force أو قوة دفع مغناطيسية تساوي الأمبير تيرن أو قيمة الكرنت في عدد اللفات، دي وحدتها أمبير تيرن. ينتج عنها produced flux، flux دي بتساوي magnetic motive force على حاجة اسمها reluctance. reluctance دي R magnetic أو magnetic resistance زي ما يسمى، وهذه المعونة الممانعة المغناطيسية بتاعتنا للR magnetic بتساوي 1 على ميو في L على A، حيث أن ميو هي البرميبيليتي، البرميبيليتي وهي عبارة عن مركبتين تساوي ميو تساوي ميو آر ميو نوت، حيث أن ميو نوت للأبسوليوت أبسوليوت برميبيليتي وميو آر ريلاتيف برميبيليتي. ومنها نستنتج
أن قيمة الفلكس فاي يساوي قيمة التيار المار بالملف على قيمة الممنعة المغناطيسية اللي اسمها الريلاكتنس لآر إم تتوقف على نوع مادة القلب الحديدي وعلى مسار الفيض المغناطيسي فاي الذي يمر في القلب الحديد. فعند وضع ملف آخر على الذراع الآخر ليقطع خطوط الفيض المغناطيسي فاي فيستنتج داخل هذا الملف EMF أو قوة دفعة كهربية مستنتجة وينتج عنها التيار. وهذه نظرية عمل المحول الكهربي وعليه يتكون المحول الكهربي الأحادي الوجه من عدد ملف ابتدائي برايمري ويندينج ثم ملف ثانوي يسمى سكندري ويندينج يوضع على كل ذراع من القلب الحديدي. القلب الحديدي مصنوع من رقائق من الصلب السيليكوني وذلك لتقليل الفقد الحديدي وأيضا الفقد نتيجة التعويق المغناطيسي.